السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ بخير مزيانين. المهم هذا الموضوع ماشي طويل بزاف، موضوع قصير غنشاركو معاكم. جبرتوني في مدينه برونش. المهم الاخوان، انا غير لكم واحد الاداره راه كاينه كاع في اسبانيا معروفه، النوتر هو هذاك اللي عدول، نتوما عارفين يعني العدول. انا نوريكم الاداره ديالهم كيفاش كتكون، باش اي واحد ماشي يكون غير هنا بروس، اي واحد في اي مدينه في اسبانيا باغي يعدل شي ضمانه، شي واحد ما عندوش الوراق ولا ما عندوش شهاده السكنه باغي يعمل شي ضمانه، باغي يتكاتب لا شي دار، باغي يعمل شي باريخه، المهم اي حاجه كتعدل عند العدول. انا نوريكم الاداره ديالهم كيفاش كيكون، باش تعرفوه، باش تعرفوا العدول باش كيتعرف الاداره ديالهم. انا نوريكم كيفاش كتكون عامله الاداره، المكتب ديالهم، يعني تقدر تكون ماشي تلقاها مع الطريق، هذاك هو المكتب ديالهم. خوتي العدول راه من حقك تعدل شي واحد ما عندوش الورق بضمانه، كيسميوها اكتا دي مانيفيستاسيون، يعني هذاك تضمنوا بالماكل ديالو والمشرب ديالو والملبس ديالو، كاع الصوالح اللي خصو يكون يستحقهم مادام ما عندوش المدخول، ما عندوش الورق. المهم اخوتي هاد الاداره هادي اي واحد يقدر يعدل فيها. ها هي فين هي، نتوما كتشوفوها، انا غنقلب الكاميرا وتشوفوها. بالنسبه للواحد ما عندوش الورق كما قلت لكم، راه من حقه يمشي مع شي واحد يضمنه، يعمل له اكتا دي مانيفيستاسيون. هذاك الاكتا راه شحال من واحد شادوه بلا ورق والدوان اكسترانخيريه وخرجوها بديك الورقه هذيك، يعني هذيك راه ضمانه كتعدل بحالها بحال شهاده السكنه، وما عندك شهاده السكنه تقدر تعدل الضمانه مع شي واحد وتبيها تعدل الباسابور في القنصليه، يعني القنصليه اللي ما عندك شهاده السكنه ما عندك والو، عندك شي واحد عمل لك الضمانه باللي ساكن معاه وهادي وعامل له لادريس ديالك، راه من حقك انك تعدل. المهم انا نوريكم لكم ديك الاداره هذيك المعروف في المكتب كيفاش عامل. المهم انا نقلب لكم الكاميرا. المهم اخوتي المكتب ديال العدول كيكون هايدا بحال هادي، جبرتوني دابا بروس، راه هذا فين ما مشيتي كاين، فهمت، فين ما مشيتي كاين هذا المكتب بحال هايدا. كنبغيش نصور الناس، هذا هو المكتب ديال العدول، هذا هو النوتر، نوتاريه. ها هي فين هي، ها هي كتكون هايدا، العلامة ديالها عرفتي، العلامة ديالها هي هادي، كيما تشوف شي علامة بحال هايدا عرف هذا المكتب ديال العدول، ها هي النوتاريه. المهم بحال هادو هما كيما مشيتي غتلقاه، هذا هو العلامة ديالو اخوتي كيما شفتو، أي مكتب تشوفو عامل ديك العلامة الزرقاء هايدا مكتوبة فيها إسبانيا داك الكتاب في الوسط، هذاك اللوغو ديال العدول، النوتاريو. كتشين عندهم كتعدل الضمان عند شي واحد، المهم كاع العدول بحالهم بحال العدول ديال المغرب، بغيتي تعدل باريخة ديالتو، بغيتي تترجم شي حاجة مثلا، المهم الدوسي ديالهم الملف ديالهم كيكون واعر. بالنسبة لهذوك الورقة راه بروفا صحيحة في اسبانيا، والضمان اللي عمل لك شي واحد كتقام لك ما بين 55 اورو حتى 60 اورو، باش تكونوا عارفين هذه، النوتاريو ما كيخسر عليك والو. كيعمل معاك كيجلس معاك كيقول لك النوتير، كيقول لك واش انت تحمل المسؤوليه ديالو في الماكل والمشرب والملبس، وكيعدل لك ديك الورقه فيها واحد ثلاثه الصفحات والطوابع، هذيك ضمانه تقدر لو وقف عليه البوليس ولا شي حاجه كتخرجوا بها للكوميساريه والاكسترانخيريه، تقدر تعدل بها بزاف الحاجات. بالنسبه للمنادم اللي ما عندوش شهاده السكنه ولا معاش مع ساكن مع عائلته وما قادرينش يعملوا له شهاده السكنه، ولا ما بغاش يضيع الوقت مثلا ما عندوش شهاده السكنه ويقدر يعدل له شي واحد عنده الكواغط. المهم هذه هي قضيه ديال الضمان اخوتي، المهم النوتاريو هذاك هو القضيه، هذاك هي الاداره ديالو بحال هيدا كيكونوا، يعني اي واحد غادي يعدل يا اخو، الناس خدامه اخي كيعدلوا داك الشيء ديال الانترنت. المهم اي واحد غيبغي يعدل الضمانه وعنده شكون يعدل له ما يضيعش الوقت، الضمانه راه بحالها بحال شهاده السكنه وحسن من شهاده السكنه، شهاده السكنه غير كتسمى راك ساكن، اما الضمانه راه ساكن عاد كيضمنك داك الشخص هذاك باللي انت عايش معاه وداك الشيء. هذا ما كان اخوتي، ما نعملكمش شي فيديو طويل اكثر من هيدا، انا بروس والجو مزيون والشتا واش غنقول لكم، الطبيعه والبرد. كنتمنى هذا الفيديو تستافدوا منه، تهلاو في راسكم، تلقاو في شي موضوع احسن من هذا، والسلام عليكم. انتم اخوتي احنا بروس، شوف اخوتي البطاس هنايا كاع فين مشيتي كاين البط، وكانوا هادو في البلاد اللي كيبيعهم في السوق، اللي كيعمل بهم
اسبوع وانت البط عندهم هنا كتعرف مشمش في الشتوى عاملين تقول مخيمين في البلاية ما مسوقين بنادم ما مسوق لهم. شوف اخ حنا بالقهيوة ديالنا هنايا وكنصور لكم هادشي انتم كيف كتشوفوا البط هنايا مرق طبيعة وخضورة باش تعجبك هاد الشمال اسبانيا. هالجو ديالهم واخا بارد فاش كطيح الشتا وتكون الشمس فحال هيدا والله العظيم احسن جو هو هادا. هانتوما كتشوفو هاد الباركي هادا عندهم هاد اللاغو هادا البحيرة هادي عاملين كاسيطة في الوسط. شو ديك الكاسيطة كيفاش عاملة؟ دابا عندي القهوة في يدي مكنجبرش كيفاش نزومي لكم. شو كاسيطة كيفاش عندهم كاسيطة في الوسط؟ سبحان الله اخي الحيوان عايش في يعني في الامان هنا يا اخي. حنا كتلقى الكلاب حاشاكم في الباركي كدوز حدا الطونوبير كتطم عليه وتدوز. هانتوما اخوتي هاد الجاردة هادي جيت باش نعمل فيها شي موضوع وانا نتصل مع هاد الباطوس هادوما وانا قلت نكمل لكم الفيديو ديال النوتاريو هنا. شوف على المنظر شوف شبعان ما مسوقينش كاين الماكلة ديالهم هاو غيجيو لاتي شوف كيش كيجوفو فيا شوف جاو جاو هاهما كايد هادوك اللي كيعومو تماك الشتا والبرد سبحان الله هما حيوان سبحان الله. هاهما الهودو وعاملين لهم كاسيطة في الوسط وديك الحجرة هما يعني ديك الشي عندهم مصنع المتحف ديالهم يعني البطة هنايا محميين. كذلك في فيتوريا كاع بلايص عندهم هدايا. دابا هادي البحيرة عاملينها لهم في وسط الجردة شوف اخ في وسط المدينة عادية منا القهيوة ديالنا قلنا غنجيو هنا نعدلو حيتاش القهاوي مبلعين هنايا. تقدر تاخد قهوة وتمشي في حالك شربها كيما بغيت. شوف شوف اخي هادوك راهم مجبتين والشتوى والبرد لكن هما عندهم ديك الصوف ديالهم ديك الريش ديالهم خاص بالبرد. هادوما يعني البرد ما كيعمل لهم والو كيعطيوهم الماكلة ديالهم كلشي ديالهم يعني محميين ناضيين ما كاينش اللي اديهم اصلا. هذا ما كان اخوتي المهم كملتكم هاد الفيديو هذا باش شوفوا هذا المنظر الجميل الخلاب والله العظيم تكون ساكن هنايا تخرج بوحديتك فحال هكذا وتريح مع راسك هضر مع راسك تصاحب مع راسك هضر مع الباطوس هضر مع الحيوانات هضر مع النصارى وبعد غير تحل راسك اقسم بالله حتى تجيب راسك. هذا هو الميساج اللي انصح الدراري اللي بغى يدبع على راسو مشي بوحدو لبس تهلا في راسك مشي نقي تعلم تهضر شويه اسبانيولا مدرسه شي تكوين الله حتى تجيب راسك. بغيت تهاود هبط تهضر معاهم البط كاين الحمام كاين جيب ميكا الزرع جيب ميكا الخبز وبقى تعطي لهم وعيش الحياه اقسم بالله ما يعرف عليك بنادم فين كتمشي ولا فين كتجي ولا شنو كتعمل حيتاش البشر خصو يعرفك غير فين مشيتي فين جيتي واش خدام واش جالس واش كتخلص واش عندك ايوتا. بنادم كيبقى يحفر فيك هذا بنادم هادشي اللي حاضي هنايا. اما هادي ما عندها ما تحدي فيك هادي هادي مسكينه تقدر تمنظر فيها وتعطيها تاكل وربي يجازيك عليها. قهوه ما كتشربوا واجي كنتو كتشربوا قهوه نعطيها لكم. هذا ما كان اخوتي تهلاو في راسكم والسلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم خلي تعليق خلي كومونتير ديالكم يكون مزيان وبارطاجي واللايكات ولا ما نقولكم داكشي بلا انا ما مولفش كنقول داكشي ولكن خصنا القناه تعاود حنا كنعطيو من عندنا نتوما دعموا هذه القناه وتشجعوها بس تزيد القدام. يلا اخوتي تهلاو في راسكم وامسيه سعيده والسلام عليكم.